الله العلي احضر المؤمنين جميعا قربة إلى الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على الشجرة النبوية والدوحة الهاشمية المضية المثمرة بالنبوة المونقة بالإمامة وعلى ضجيعيك آدم ونوح عليهما السلام. السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك وعلى الملائكة المحدقين بك والحافين بقبرك يا مولاي يا أمير المؤمنين. هذا يوم الأحد وهو يومك وباسمك، وأنا ضيفك فيه وجارك، فأضفني يا مولاي وأجرني، فإنك كريم تحب الضيافة ومامور بالإجارة، فافعل ما رغبت إليك فيه ورجوته منك بمنزلتك وآل بيتك عند الله ومنزلته عندكم، وبحق ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليهم أجمعين. نقرأ زيارة سيدة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها في يوم الأحد. السلام عليك يا ممتحنة، امتحنك الذي خلقك قبل أن يخلقك، وكنت لما امتحنك به صابرة، ونحن لك أولياء مصدقون، ولكل ما أتى به أبوك صلى الله عليه وآله وسلم، وأتى به وصيه عليه السلام مسلمون. ونحن نسألك اللهم، إذ كنا مصدقين لكم، أن تلحقنا بتصديقنا بالدرجة العالية، لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتهم عليهم السلام ورحمة الله وبركاته. زيارة الإمام الحسين عليه السلام. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين، السلام عليك يا أبا الأئمة الهادين المهديين، السلام عليك يا صريع الدمعة الساكبة، السلام عليك يا صاحب المصيبة الراتمة، السلام عليك وعلى جدك وأبيك، السلام عليك وعلى أمك وأخيك، السلام عليك وعلى الأئمة من ذريتك وبنيك،
أشهد لقد طيب الله بك التراب وأوضح بك الكتاب وجعلك وأباك وجدك وأخاك وبنيك عبرة لأولي الألباب يا ابن الميامين الأطياب التالين الكتاب وجهت سلامي إليك صلوات الله وسلامه عليك وجعل أفئدة من الناس تهوي إليك ما خاب من تمسك بك ولجأ إليك صلى الله عليك وعلى أخيك بالفضل العباس وعلى أختك أم المصائب زينب السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى حسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته وصل اللهم على محمد وآل محمد الثانية غفر الله لكم على محبة سيدي ومولاي أمير المؤمنين الثالثة بأعلى أصواتكم اللهم صل على محمد وآل محمد يا خادم الكرام يا خادم الكرار إنك فائز يوم المعاد يوم المعاد بما أتته يداك يا خادم الكرار إنك فائز يوم المعاد بما أتته يداك فامضي فامضي بخدمتك الجليلة قائلا روحي وقلبي يا علي فداك اللهم صل على محمد وآل محمد هذه قلوب العاشقين تهتف وتنبض بحبك سيدي يا أمير المؤمنين راجين منك نظرة عند رب العالمين بك القلب هام إمام الوجود سلام سلام إمام الوجود بك القلب هام إمام الوجود سلام سلام إمام الوجود فهذا النداء بلحن الوفاء بلحن الوفاء إمام الوجود إمام الوجود عظيم وبين
بيت الإله احتاج، ومن يملك الفخر هذا سواك؟ علي ومن ذا يداني علاك؟ وفي الطور بان الهدى من سناك. أمير الكلام إمام الوجود، هدى للأنام إمام الوجود. أمير الكلام إمام الوجود، هدى للأنام إمام الوجود. وصوت السماء بلحن الوفاء، بلحن الوفاء إمام الوجود، إمام الوجود، إمام الوجود. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، واجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه يا الله. اللهم بحق محمد وآل محمد احفظ شيعة أمير المؤمنين في كل مكان يا الله. اللهم بحق محمد وآل محمد شافي وعافي جميع المرضى على خصما أوصاني وأوصاكم بالدعاء يا الله. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الشهداء الأبرار، رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد. بڑا محبوب گھرانا، بڑا محبوب گھرانا، ابو طالب کا گھرانا، بڑا محبوب گھرانا، ابو طالب کا گھرانا، ہاں بڑا محبوب گھرانا، ابو طالب کا گھرانا، ہاں بڑا محبوب گھرانا، ابو طالب کا گھرانا، بڑا محبوب گھرانا، ابو طالب کا گھرانا، بڑا محبوب گھرانا، ابو طالب کا گھرانا، غلام ان کا ہے زمانہ، ابو طالب کا گھرانا، بڑا محبوب گھرانا، ابو طالب کا گھرانا، بڑا محبوب گھرانا، طالب کا گھرانا، ہن سنو ابو طالب دے گھرانے دی شان سنو کی کہ کدی ممبر تے کھڑ کے، کدی ممبر تے کھڑ کے، کدی میدان تے لڑ کے،
کدی نیزے تے چڑھ کے کدی خطبے پڑھ پڑھ کے سکھاوے دین بچانا ابو طالب کا گھرانا سکھاوے دین بچانا ابو طالب کا گھرانا ہاں سکھاوے دین ابو طالب کا گھرانا ہاں سکھاوے دین بچانا ابو طالب دا گھرانا میں سوال کیتا مسلمان کولو میں سوال کیتا اسلام کولو کی سوال کیتا میں پوچھیا تیری جگ تے کہ میں پوچھیا تیری جگ تے ہے کہ توقیر ودھائی تے محسن کون ہے تیرا صدا اسلام دی آئی مڈا محسن ہے پرانا ابو طالب کا گھرانا ہاں بڑا محبوب گھرانا ابو طالب کا گھر چوئے دیکھا ہاں بڑا محبوب گھرانا ابو طالب دا گھرانا ہاں بڑا محبوب گھرانا ابو طالب دا گھرانا کہ سلمان گدا گئے تے نوکر میسم قمبر سلمان گدا گئے نوکر میسم قمبر ادا جبریل سلامی تے سگ شہباز قلندر سلمان گدا گئے تے نوکر میسم قمبر ادا جبریل سلامی تے سگ شہباز قلندر ہے بڑیا سب دا ٹھکانا ابو طالب کا گھرانا گھرانا ابو طالب کا گھرانا ہاں بڑا محبوب گھرانا ابو طالب کا گھرانا ہاں محبوب گھرانا